السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض موضوع الفانكشن أو الدوال. الدوال عبارة عن إيه؟ إن أنا عندي مجموعة من العمليات هعملها على رقم معين أو حاجة معينة وبتتكرر معايا، فكل مرة هكتب الكلام دوت هتلاقي ياخد مني وقت، وأي تعديل هياخد مني وقت كتير أوي في التعديل. فأنا بعرف دالة وأقول له أول ما أحب أستدعي الدالة دي بكتب بس اسمها تيجي على طول عندها لا. فأنا بعرف الدالة بكتب إيه؟ دي إف، تمام. بعد كده اكتب اسم الدالة وليكن مثلا غزة، وبعد كده هفتح قوسين واروح مديله النقطتين دي. هي وكده ان في عارف ان في دالة اسمها غزة. طب هكتب فيها ايه؟ هقول مثلا برنت بعد برنت هدي قوسين، وبين القوسين دول علامتين، واقول له ايه هلو مثلا هلو وورلد. طيب وبعد كده في اي وقت انا تعال نشغل كده ال ديت دي لما تيجي تشغلها ما تلاقيش حاجه خالص. ليه؟ لان ما فيش حاجه خالص، انا ما قلتلوش اي امر. طيب ازاي ادي الامر دوت؟ مجرد ان انا اكتب غزه وبعد كده قوسين، تمام، هتلاقي ان هو بدأ يديني التفعيل انها تشتغل. اللي يحصل ايه؟ غزة هتبدأ تشغل كل الكلام اللي موجود هنا، ممكن يكون فيه هنا اكتر من سطر فتروح هي مشغلة. طيب لو جيت استدعيت غزة مرة تانية وقلت له فعل، تمام، غزة هيروح هيستدعي الدالة ديت برنت هلو ورلد، وبعد كده غزة تاني هيستدعي الأمر برنت هلو ورلد. طيب خلينا برنت هلو ورلد، هنقول مثلا هلو ورلد 2، تمام، وهنلغي الغزة ديت، نقول له شغل. هو هيعمل ايه؟ هي دالة واحدة هيروح يستدعيها هلو ورلد هلو ورلد 2. طيب بفرض ان انا عندي عايز اعمل عملية مثلا، مش هروح اعمل عملية لوز، لا عملية حسابية. مثلا عندي متغيرين وليكن مثلا اكس وواي، تمام. هو كده خد متغيرين اسمه الاكس والواي اللي هما ايه؟ مثلا اقول مثلا برنت اطبع لي اكس في واي، تمام. هاجي هنا بقى في غزة هقول له ان الاكس دي هتساوي 3 والواي دي هتساوي 5، تمام. طيب في مشكلة، في مشكلة ان هنا كان مكتوبة كابيتال وهنا سمول، فاقول له دي خليها اكس ودي خليها واي. يبقى هو البايثون حساس في المتغيرات كابيتال ولا سمول. اقول له شغل، فيبدأ يعمل ايه؟ هلو ورلد هلو ورلد، وبعد كده البرنت هيقول له هطبع اكس وواي. طب قيمة الاكس والواي دي اجيبهم منين؟ هجيبهم من الدالة لما اجي استدعيها، اقول له خليها 3 في 5، فهو يبدأ يضرب ال 3 في 5. 3 خلي دي مثلا 8 في 5، يروح يضربهم على طول. الكلام ده مفيد جدا بالذات لما نكون بنعمل برنامج كبير جدا، فعشان اقعد ادخل كل مره اكرر الكود دوت، ممكن يكون الكود ده عمليات حسابيه رهيبه جدا وفيثاغورس وكليدس والحاجات ديت، فيبقى سهل جدا ان انا مجرد ان انا اديله الرقمين يعمل هو العمليات الحسابيه بتاعتها.